بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي معكم أعزائي الطلبة في مقرر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر أجا 203 الوحدة الأولى لدرس البحرين من معركة الزبارة إلى الفتح الخليفي. ومنها نستعرض أهداف درسنا اليوم، وهي أن يتعرف الطالب نسب آل خليفة وهجرتهم، أيضاً أن يعلل الطالب أسباب تحرك آل خليفة إلى سواحل الخليج العربي وأبرز محطاته، ونتتبع معا مراحل تأسيس إمارة الزبارة ونموها واتساع عمرانها، وفي الأخير أن يعتز الطالب بدور آل خليفة في الدفاع عن الزبارة وفتح البحرين ووضعها في طريق النهضة الحديثة. انتقل آل خليفة إلى سواحل الخليج العربي ضمن تحالف قبائل العتوب، وهي قبائل عربية انتقلت معا وهم آل خليفة، آل صباح، آل بن علي، الجلاهمة، وشكلوا بذلك حقبة جديدة لتاريخ المنطقة، وأسهموا بتغييرات كبيرة في الثلث الأخير من القرن 18 الميلادي، أدت إلى تأسيس دول مستقرة ذات سيادة ونظم سياسية واقتصادية وإدارية. والآن أعزائي الطلبة سنتعرف على نسب آل خليفة. من خلال الرسم التوضيحي التالي يتضح أن نسب وأصول آل خليفة الكرام ترجع إلى قبيلة تغلب العربية. فآل خليفة الكرام أشهر وأشرف عشائر بنو عتبة، وبنو عتبة أشهر فصائل جميلة، وجميلة أكبر أفخاذ عنزة التي تعود إلى قبيلة تغلب ابن وائل بن أسد بن ربيعة بن نزار بن عدنان. والآن أعزائي الطلبة سنتتبع معا مراحل سير قبائل العتوب. انتقل العتوب من منطقة الهدار في نج، وانتقلوا برا إلى الزبارة في منطقة فريحة، وكونوا هناك أسطولا قويا، ثم ساروا بحرا إلى منطقة القرين في الكويت. من خلال ما درسنا في الخريطة السابقة سنتتبع معا تحرك قبائل العتوب. انتقل العتوب من منطقة الهدار في هضبة نجد، ثم انتقلوا إلى منطقة فريحة شمال غرب قطر، ثم إلى القرين في الكويت، ثم إلى الزبارة، وأسسوا هناك إمارة قوية. والآن سنسلط الضوء على أبرز مراحل الهجرة. الهجرة إلى جزيرة قطر، انتقل آل خليفة في أواخر القرن السابع عشر ضمن تحالف العتوب من منطقة الهدار في منطقة الأفلاج في هضبة نج إلى منطقة فريحة في قطر، وهناك تدربوا على ركوب البحر وكونوا أسطولا قويا. هذا الأسطول نافس القوى المجاورة في الصيد ودخلوا بذلك خلافات معها، إذن كان هذا الأسطول هو سبب الخلاف مع القوى المجاورة. الهجرة إلى الكويت، أسهم آل خليفة مع آل صباح في تأسيس الكويت، وبعد ذلك ازدهرت الكويت بفضل ما تتمتع به من موقع تجاري مميز وحسن الإدارة وتحالف مع العتوب. في العودة إلى شبه جزيرة قطر، ترك طبعا آل خليفة أبناء عمومتهم آل صباح في الكويت، ثم عادوا إلى شبه جزيرة قطر، وهناك أسسوا إمارة الزبارة، وانطلق بعدها آل خليفة من الزبارة إلى فتح البحرين والاستقرار فيها، وبذلك كان تكوين الدولة الحديثة. وهنا سنسلط الضوء على الأسباب التي دفعت آل عتوب إلى الهجرة. من الأسباب التي دفعت تحالف العتوب إلى الهجرة إلى سواحل الخليج العربي القحط الشديد في نجد ومواطن عنزة،
ولذلك رغبت القبائل العربية في الاستقرار والعمل في صيد البحر والتجارة. فعادت القبائل العربية الانتقال من أجل الأكل والأسباب التجارة. أيضا مساندة الخوالد العرب في بسط نفوذهم في مناطق واسعة في سواحل الخليج العربي، بالإضافة إلى مشاركة مع القبائل العربية في مواجهة خطر البرتغاليين وطردهم من الخليج العربي. أيضا تراجع نفوذ الدولة العثمانية التي كانت مسيطرة في تلك الفترة على الخليج العربي، وكانت تعاني من الضعف والمشاكل الداخلية وأيضا الحروب الخارجية. نأتي إلى دور آل خليفة في تأسيس الزبارة. تأسيس الزبارة كان في عام 1762، أسسها آل خليفة بقيادة الشيخ محمد بن خليفة. الزبارة في الموقع والمعنى: تقع مدينة الزبارة على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة قطر، وتعني في اللغة العربية التلة الصغيرة المرتفعة عن الأرض. وهنا سنجد أن اختيار الزبارة لم يأتي اعتباطا، فكان اختيار الزبارة من قبل الشيخ محمد آل خليفة لإنشاء إمارة فيها لمميزات عدة، منها أنها منطقة مرتفعة تسيطر على الساحل، بالإضافة إلى أنها قريبة من مصائد اللؤلؤ، وبالإضافة إلى أنها لديها ميناء صالح لرسو السفن ووفرة المياه. من أعمال الشيخ محمد بن خليفة اهتم بتحصين الزبارة من الأعداء، كما زاد عدد السفن العاملة في التجارة والغوص. نمو الزبارة واتساع عمرانها. هناك عوامل عدة ساهمت في ازدهار الزبارة ونمو واتساع عمرانها في القرن 18، ومن أهمها حنكة مؤسسها وحكامها من آل خليفة وحسن إدارتهم وأخلاقهم الحميدة، جعلت سكانها يجمعون على محبتهم وولائهم والتضحية لأجلهم، بإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز على ملتقى الطرق التجارية البحرية والبرية في الخليج العربي وقربها من مراكز الصيد والغوص. أيضا أدى إلى انتقال الكثير من سكان المناطق المجاورة إلى الزبارة في ظلم حكم آل خليفة الكرام بسبب ما تمتعت به من أمن واستقرار على النقيض من منطقة الخليج التي شهدت اضطرابات سياسية واقتصادية. اتبع آل خليفة سياسة اقتصادية حكيمة، ومنها الإعفاء الضريبي مما ساهم في انتعاش التجارة. كان يطلق مثال آنذاك خراب البصرة عمار الزبارة، وذلك يعني أنه بسبب خراب البصرة وتراجع مكانتها الاقتصادية بسبب انتشار مرض الطاعون بين سكانها عام 1772 واحتلال الفرس لها، دفع السكان إلى الهجرة إلى الزبارة، وهم كانوا علماء وتجار، فلذلك أدى خراب البصرة إلى عمار الزبارة. شجع آل خليفة الكرام الحركة العلمية والأدبية، فبنوا المدارس والمساجد واستقطبوا العلماء الذين ساهموا في تطوير ونماء الزبارة. ترتب على ازدهار الزبارة عدة نتائج، وهي: تطورت الزبارة اقتصاديا وثقافيا، وأصبحت مقصدا للتجار والأدباء والعلماء والحرفيين. أيضا اشتهرت ببناء المساجد والمدارس، وتوفرت فيها مختلف الخدمات لسكانها. تحصين الزبارة عن طريق بناء قلعة مرير الحصينة المكونة من 3 أبراج ومزودة بالماء العذب ومطلة على محيطها، بالإضافة إلى ربط القلعة بالزبارة بطريق محمي بسورين أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب.
إحاطة المدينة بسور مرتفع من أي عدوان خارجي شكل لها حماية. وهنا نجد إحدى آثار الزبارة، منها مسجد قلعة مرير. أتم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قلعة مرير عام 1768 ميلادية، وأرخ ذلك بجملة تمت بعز وعون الله حاميها. بعد وفاته تولى الحكم ابنه الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة الذي كان أديبا وتقيا وشاعرا، فتقدمت الزبارة في عهده ونعمت بخيرات وفيرة وعمرت اقتصاديا وأصبحت مركزا هاما ومقصدا للتجار لعدم فرض الضرائب على السلع التجارية وقربها أيضا من مصائد اللؤلؤ. بعد وفاة الشيخ خليفة بن محمد سنة 1782 خلفه في الحكم على الزبارة أخوه الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل خليفة. معركة الزبارة وفتح البحرين. معركة الزبارة كانت 1782. سنأتي الآن إلى أهم الأسباب واستعداد الطرفين للمعركة وخططهما. الأسباب: أراد حاكم بوشهر والبحرين آنذاك نصر بالمذكور وضع حداً لازدهار وتقدم الزبارة، بالإضافة إلى رغبة الغزاة في وقف منافسة الزبارة لهم في التجارة والصيد في الخليج العربي، ولذلك بدأ بشن الغارات المتبادلة بين الطرفين منذ منتصف عام 1777، وكانت الغلبة فيها لمصلحة آل خليفة في كل من الزبارة والكويت. نأتي الآن إلى استعداد الطرفين للمعركة وخططهما. أخذ نصر بن مذكور يتحين الفرصة للهجوم على الزبارة بين الأعوام 1777 و 1782 ميلادية بدعم من القوى الفارسية، ولذلك وصلت أخبار الغزاة إلى الشيخ أحمد بن محمد قبل انطلاقهم من ميناء بوشهر، فوضع خطة محكمة لمواجهة الغزاة. عمل الفرس وبأوامر من حاكم أصفهان على تشكيل تحالف ضم كل من نصر بن مذكور وحكام بندريق وجناية ودشستان. مجريات المعركة: انطلقت الحملة التحالف بقيادة محمد بن شقيق نصر بن مذكور من ميناء بوشهر، فتحركت هذه القوات بأسطولها القوي سواحل الخليج العربي. فرض هذا الأسطول حصارا مشددا على الزبارة واستعرض قوته في الخليج العربي. طالت مدة الحصار، فقرر الغزاة اقتحام الزبارة، فشنوا هجوم وقت صلاة الجمعة، فتقدموا هنا إلى قلعة مرير. سارعت القبائل في التحرك لصد هذا الهجوم وصد الغزاة، وساعدهم في ذلك أهالي فريحة، فتقهقرت قوات العدو وتراجعت إلى سواحل الخليج العربي. نتائج معركة الزبارة: شكلت معركة الزبارة هزيمة قاسية للأعداء، وقتل عدد كبير منهم وفر البقية إلى بوشهر. شكلت أيضا انتصار كاسح لأهالي الزبارة وآل خليفة، مهد ذلك الانتصار لفتح البحرين. وهنا نجد أسباب انتصار آل خليفة في معركة الزبارة. نجد هنا من أهم النقاط يرتكز عليه أن ما كان يتمتع به الشيخ أحمد آل خليفة من عزيمة وإصرار والتخطيط للمعركة، وأيضا قدرته على اختراق خط العدو للحصول على معلومات عن قرب الهجوم في الزبارة. التحصين الذي سلكه آل خليفة عن طريق بناء قلعة مرير وتحصينات أخرى،
واستعدادهم للمعركة بتأمين كل ما يحقق الصمود والنصر واستبسالهم بالدفاع عن الزبارة وملاحقتهم للأعداء. قوة إرادة القتال عند أهل الزبارة وارتفاع معنوياتهم للدفاع عن أرضهم، وذلك بسبب التوافق بينهم وبين حكام الإمارة وما حصلوا عليه من رخاء في عهد آل خليفة. في المقابل نجد عند الأعداء ضعف معنويات الغزاة بسبب طول أمد الحصار وبعدهم عن مصادر التموين، بالإضافة إلى تعرض قواتهم لهجومين، أحدهما مضاد من الزبارة والآخر شنه عليهم أهل فريحة فوقعوا بين نارين فاضطربت صفوفهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم وقتلهم قائدهم وإيقاع الهزيمة بهم. مهد الانتصار الذي حققه آل خليفة في الزبارة إلى فتح عظيم وهو فتح البحرين عام 1783. وهنا نجد عن طريق هذا المستند من المصدر الوثائق الهولندية كانوا يعبر عن فتح البحرين. من خلال المستند أجب عن هذه الأسئلة: ما هي النتيجة الأبرز لانتصار العتوب في الزبارة؟ وما الأسباب التي دعت الشيخ أحمد الفاتح لفتح البحرين؟ إجابة السؤال الأول: النتيجة الأبرز لانتصار العتوب في الزبارة، كان انتصار العتوب في الزبارة مفتاحاً لانتصار في البحرين. والإجابة الثانية: الأسباب التي دعت الشيخ أحمد الفاتح لفتح البحرين، وهي قد كان سكان البحرين يتطلعون إلى من ينقذهم من النفوذ الفارسي، حيث كان الضعف سائدا من عرب الساحل الشرقي للجزيرة العربية، فقد كان لكل قرية شيخ مستقل ولا يستطيع أقواهم حشد أكثر من 400 مقاتل، وتسود بينهم حالات نزاع، وكانت قوة العتوب هي القوة الفاعلة في ذلك الوقت. نأتي إلى الظروف التي هيئت لفتح البحرين. كانت البحرين قبيل الفتح الخليفي تعيش حالة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى طموح سكان البحرين من التخلص من السيطرة الأجنبية، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع بشكل عام في البحرين قبل الفتح الخليفي وميل سكانها إلى الانشقاق عن حكم آل مذكور، بالإضافة إلى بروز قوات آل خليفة وقدرتهم على فتح البحرين خاصة بعد الازدهار الذي حققه آل خليفة في الزبارة وانتصارهم في المعركة. نأتي الآن إلى مجريات فتح البحرين. حشد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قواته وهو يقود قبائل العتوب والقبائل العربية المتحالفة، وتقدم إلى البحرين في أواسط يوليو عام 1783. حاصر هنا قلعة الديوان وتلتها قلعة البحرين. اقتحم قلعة الديوان مستثمرا عنصري المباغتة والسرعة، وهو ما أجبر حامية القلعة على الاستسلام. استسلمت قلعة البحرين في الجابور. نتائج هامة هنا في فتح البحرين: أطلق على الشيخ أحمد بن محمد لقب الفاتح، وقد أرقى أحدهم هذا الفتح بقوله: أحمد صار في أوال خليفة. نتيجة لهذه الحملة الجريئة والسريعة على البحرين، عادت البحرين إلى الحكم العربي، وأمر الشيخ أحمد الفاتح بحماية عائلة نصر بن مذكور وتأمين سلامتها ونقلها معززة مكرمة إلى بوشهر. عبر أهل البحرين بفرحتهم باستقبالهم للشيخ أحمد الفاتح بكل حفاوة وترحاب، وانضموا تحت لوائه، وقام في البحرين بعدة أمور تنظيمية وهي ترتيب أمور البحرين، فعين أميرا عليها، ووضع قواعد للإدارة الجديدة القائمة على عنصرين هامين وهم العدل والمساواة. وظل الشيخ أحمد الفاتح حاكماً للبحرين حتى وافته المنية ودفن في المنامة عام 1795، وخلفه في الحكم ابنه الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة الذي اختار منطقة الرفاع في البحرين مقراً لإقامته، وشكل هذا الفتح نواة النهضة الحديثة في البحرين عبر الأمن والاستقرار في ظل حكم آل خليفة الكرام.
نتمنى لكم أعزائي الطلبة الاستفادة والتوفيق. شكراً.